تذكر كتب التاريخ بأن راشد بن النضر وهو أحد زعماء بني الجولندة مع محمد بن زائدة كان في منطقة المهرة يجهز الجيوش ويعد هذه القوة، وانطلق من الجنوب آتيا إلى الشمال للقضاء كما ذكرت على هذه الحركة. كتب التاريخ السابقة تذكر بأن راشد بن النضر انطلق بجيشه من منطقة المهرة من جنوب عمان إلى الظاهرة، وتبعه العمانيون هنالك، والتقوا في منطقة الغابة في مكان يسمى المجازة، والذي حملت هذه المعركة منه اسمها، فعرفت بمعركة المجازة. ورأي بعض المحدثين من الباحثين بأن هذه الموقعة قد وقع في منطقة الغابة بالمنطقة الوسطى في مكان يسمى المجازة، وهو مكان يقع إلى الجنوب الغربي من مدينة أدم، ونحن نميل إلى هذا الرأي لأنه أقرب إلى سير الأحداث. الأحداث تقول بأن راشد بن النضر يجمع جيوشه ويستعد للقضاء على هذه الثورة في منطقة المهرة بالجنوب، وأتى إلى الشمال، وأكيد أن العمانيين سينطلقون لملاقاته، وهو في طريقه إلى الشمال. أقرب منطقة للقاء أو المنطقة التي يمكن أن نعتبرها هي التي احتضنت أو كما يقال مسرح المعركة هي منطقة الغابة، منطقة المجازة بالغابة بالمنطقة الوسطى أو في وسط عمان، وهذا أرجح من القول السابق بأنها في الظاهرة. كتب الحديث لم تتحدث أو لم تذكر تفاصيل المعركة كيف دارت، ولكن لنا أن نتصور مما ذكرناه من أحداث قوة الجبهة العمانية أو جبهة أنصار الإمامة التي تزعمها حماة العلم والفقهاء، وتزعمها أيضا الزعماء القبليين العمانيين، وكيف أنهم ألبوا وجمعوا العمانيين تحت لوائهم. وفي الجانب الآخر أيضا قوة بني الجولندا حكام عمان ومن ورائهم الدولة العباسية، أيضا سيشكلون قوة ليست بقليلة لمواجهة هذا، وأكيد بأن المعركة ستكون من القوة بمكان. واستقراؤنا لهذه الأحداث يعني يشير أيضا إلى قوة الانتصار الذي حققه العمانيون، واعتبار هذه المعركة معركة فاصلة. طبعا نسيت أن أذكر لكم بأن معركة المجازة، أي قبل أن نكمل الحديث، بأن معركة المجازة قد وقعت في رمضان، نحن نستذكرها اليوم لأنها وقعت في رمضان، ومن أيضا الروايات ما تشير إلى أنها كانت في 17 من رمضان، بدليل أن إعلان الإمامة كانت في بداية شوال، فمعنى أن هذه الفترة احتاجها العمانيون لترتيب الأوراق وترتيب مجريات الأحداث ما بعد هذا الانتصار وجني ثماره، احتاجت إلى فترة إلى بداية شوال ليعلنوا الإمامة. المهم، حقق العمانيون انتصارا مؤزرا، انتصارا فاصلا، انتصارا عظيما في معركة المجازة. أنصار الإمامة ينتصرون على حكام عمان من بني الجولندا. ومما يشير إلى أهمية هذه المعركة وهو القضاء على دولة بني الجولندا، هروب زعماء بني الجولندا محمد بن زائدة وراشد بن نضر. لم تقم قائمة لبني الجولندا رغم محاولاتهم لاستعادة نفوذهم واستعادة مكانتهم في عمان وفي إدارة الأوضاع في عمان
قاموا بالعديد من الحركات، العديد من الثورات خلال القرن السادس الهجري، لكنها كلها لم تؤتي ثمارها ولم تؤدي إلى نتيجة في صالحهم، لأن هذا الانتصار في معركة المجازة كان انتصارا عظيما، قصم ظهر سلطة بني الجولنداء وأنهى أحلامهم أو مشروعهم في الحكم. وحتميا هزيمة بني الجولنداء معناه كذلك القضاء على نفوذ بني العباس في عمان، التخلص من الخضوع للدولة العباسية المعتلية التي أرادت إخضاع عمان والسيطرة عليها وجعلها تابعة لهم، وأيضا استغلال ثرواتها واستغلال موقعها الاستراتيجي. طبعا الدولة العباسية لم تسكت على هذه الهزيمة المروعة التي حلت بأنصارها، ولم تسكت على إنهاء نفوذها في عمان، وإنما كانت لها محاولات في نهاية القرن الثاني الهجري، ولها محاولة في نهاية القرن الثالث الهجري، والتي حققوا فيها انتصار على العمانيين في معركة دمى بقيادة محمد بن بنبور. إذن هذه من ضمن النتائج، سقوط دولة بني الجولنداء أي نتائج معركة المجازة، هذه المعركة الفاصلة، سقوط دولة بني الجولنداء وإنهاء مشروعهم، وأيضا القضاء على نفوذ بني العباس في عمان، ثم أيضا كانت الخطوة الأولى الموفقة لإعادة الإمامة أو دولة الإمامة في حكم عمان. ولذلك في هذه السنة وهي 177 هجرية عادت الإمامة إلى عمان، وذلك بعقد الإمامة على الإمام محمد بن عبد الله بن أبي عفان اليحمدي، الذي هو أول إمام في ما يعرف بالإمامة الثانية، ما يسميها المؤرخون بالإمامة الإباضية الثانية، ويحلو لي أن أسميها بالإمامة العمانية الثانية. الإمامة العمانية الأولى إمامة الإمام الجولندا في 132، والإمامة العمانية الثانية في 177 حتى 280.